حفي متواضع جدا من طرف جماعة للاحتفال بفريق كبير اللي هو وسيبقى كبيرا اللي هو الفريق ديال المغرب الرياضي الفاسي. اليوم هذا الفريق ثبت بالمسيرين ديالو المدرب ديالو اللي هو ولد المدينة ولد هذا الفريق الذي نعتز به، هذا المدرب الذي نعتز به. أنا السكيتيوي عدناه لاعبا وطنيا دوليا والآن مدربا ديال المغرب الفاسي، وكذلك سيكون إن شاء الله الرحمن الرحيم. بدات باكورات ديال النجاح، باكورة الأولى درج إن شاء الله أمام الفريق مشوار طويل، ما قابليش باش الفريق يبقى في القسم الثاني. الجماعة ستدعم الفريق، تدعم الفريق وستواصل الدعم ديالو، لأنه الفريق ديال المغرب. تنشكر كذلك اللاعبين، لأنهم بلا بهم ما كاين والو. كل شيء مسيرين، جمهور، مدرب، ملي تيعلم الحكم على الصفارة اللي تيلعب هما هادو، حنا تنبقاو تنتفرجو ونطلبو الله. وبالتالي الثقة الكل عليهم، ثبتوا أثبتوا الجدارة ديالهم، أثبتوا التقنيات العالية ديالهم، أثبتوا بأنهم يستحقون أن يكونوا في قسم آخر أكبر من القسم الذي يوجدون فيه، بالتالي ما بقيناش نقولوا شي حاجة. لذلك فإحنا سندعمهم، نشجعهم، المدينة تفتخر بهم. هذا الحفل متواضع مرة أخرى هو أولا تعبير عن الفرح ديالنا الكبير، هذا الكأس اللي جبتوها أنتوما كلاعبين كمدرب كمسيرين بطبيعة الحال، الجماهير اللي دعمت هذا الفريق وتدعمه وستبقى تدعمه. هذا الفريق ديال المدينة خصنا كاملين نتعاونوا باش يكون فريق يمثل المدينة أحسن توجيه. وبالتالي هذا نداء ديالي للجميع، المدرب، اللاعبين، المسيرين، يعني في جمهور مدينة فاس كامل، باش نكونوا يد واحدة مع الفريق، باش ندعموا هذا الفريق، باش يستطلع النجاح ديالو. وما داروا اللي عليهم، وثبتوا بأنهم فريق يستحق الانتصار وانتصر. راه المسيرة اللي مشى فيها الفريق ديال المغرب الفاسي هي مسيرة تستحق الافتخار ديال المدينة، لأنه فريق اللي قصى فرق كبرى اللي حتى هي تنفتخروا بها وتنعتزوا بها، ولكن الروح الرياضية انتصرنا عليهم مع الأمل ديالهم.